طيب النوع الثاني فقر الدم اللي تبي نقص فيتامين بي 12 موجود عند الأطفال بنلاقي فيه بي 12 بنلاقي بس زي ما حكيت لك يعني مش قد فيتامين مش قد نقص الحديد فأول رقم واحد هو فقر الدم نتيجة نقص الحديد نعم يعني حسب المعاين كمان مهمة يعني إذا في أعراض أخرى تانية ممكن نفكر بفيتامين بي 12 نقص فيتامين بي 12 بس بالعادة عند الأطفال إحنا بنشوفه نقص فيتامين دال فأول تحليل بسيط لما نعمل الخضاب منقرر انه هذا نقص فيتامين نقص الحديد عفوا وعساسه ننبه الام على الاكل الطفل وندعم الطفل بالمكمل الغذائي الحديد يعني كدواء وبعد شهر او ثلاث شهور بنعيد التحليل وعساسه اذا لسه في نقص بالدم عساسه بنفكر بامراض ثانيه حسب التحليل ممكن نطلب فيتامين بي 12 او نطلب اذا بنفكر بالتلاسيميا ممكن نطلب برضه تحليل للتلاسيميا عشان نتاكد من سلامه الطفل ونساعده اكثر عشان نعرف سبب فقر الدم بالضبط يعني. جميل.